السلام عليكم، اخباركم يا جماعه الخير؟ في كثير من الاخوان تواصلوا معاي على اساس انه في عندهم مشكله السكرين اللي في السموك الين انه ما تشتغل. يعني يقول لك واحد والله حدثت ورجعت للشاشه مطفيه، واحد خذيت الجهاز قاعد اشغله ورجعت للشاشه مطفيه، الجهاز مو براضي يشتغل. طبعا زادت هذا الاسئله باستمرار، فبحثت عن هذا المشكله فوجدت لها حل عبر الفيديو اللي قاعد تشوفونه. طبعا رابط الفيديو انا بحطه لكم اسفل الفيديو. واحد اجنبي قاعد يحل المشكله من نفسه بطريقه سهله، تقدرون تشوفونه، رابط الفيديو بحطه اسفل الفيديو. لكن بشرح لكم على السريع، طبعا انا ما امتلك جهاز الالن اللي هو ال 220، لكن بشرح لكم طريقته بالضبط. طبعا اول شيء لازم تدخل رابط الابجريد حق شركه سموك، الرابط انا بحطه لكم اسفل الفيديو، هذا رابط الابجريد. بعد ذلك تبحث في الاسفل تشوف جميع الاجهزه موجوده، تبحث عن جهاز الالن، هذا هو جهاز الالن تلاحظونه امامكم في الصوره، نضغط عليه. طبعا لازم يكون عندك الجهاز، تنزل البرنامج نفس ما تقولون، هذا التحديث حق الجهاز، داونلود اللينك، حاط لك الن ابجريد، هذا تنزله. والله الله العالم هو نزل هذا ولا نزل هذا، فانا افضل انك تنزلهم كلهم، لكن تقدر تنزل اول واحد وتجرب. بعد ذلك تروح خطوه خطوه، بينزل لك فايل مضغوط، تفتح الضغط عليه، ضغط بيطلع لك ثلاث فايلات تحطهم في فولدر معين. بعد ذلك تشغل نفس ما تلاحظون في الصوره، هذا الفايل بيكون البرنامج وهذا الفايل بيكون حق التحديث. فتنزل في الاسفل وعلى طول اول ما تنزل البرنامج وتفتحه، حتى شارحين لك السموك، شركه السموك، حطه على منفذ اليو اس بي نفس ما هم اشر. بعد ذلك اضغط على كونكت ووصل جهازك، وتاكد ان جهازك نفس ما تلاحظون، انا ما عندي جهاز الالن، لازم بدون بطاريات، شيل البطاريات عنه واشبك اليو اس بي، خلك شابك اليو اس بي، وخلك ضاغط طوال هذا العمليه، خلك ضاغط على الزرار 24 ساعه، خل صبعك يحمر ما في مشكلة، خل الزرار مضغوط دائما، واشبك الجهاز مع الكمبيوتر. بعد ما تشبك الجهاز مع الكمبيوتر على طول يروحون يقولون لك، يطلع لك هذا الرمز، إذا ظهر لك هذا الرمز كونكتد عبارة خلاص ممتاز، تروح تضغط على أبروم. بعد ذلك تنفتح لك صفحة، ابحث عن الفايل اللي أنت نزلته اللي هو الالن ونزله، واضغط على اوبن، واذا ما ظهر لك لازم تضغط على اول فايل عشان يظهر لك، هنا في هذا الخانه بيظهر لك، اضغط اوبن، وبعد ذلك يطلع لك الارقام هذه اللي تشوفها 0001300. كل حاجه في السليم، خلاص اضغط ستارت، اضغط ستارت على طول، اضغط ستارت، الجهاز بيحدث وخلاص، لين تطلع له يطلع لك هذا الخط، وبعدين يطلع لك باس عبارة عن كل شيء في السليم، الجهاز بيشتغل عندك بدون أدنى مشكلة. طبعا أنا الجهاز ما أمتلكه، طبعا جهاز ألم ما أمتلكه، ولا يعني أعرف إذا في مشاكل أخرى فيه، بس هذا المشكلة كانت يعني منتشرة بالذات، هذا المشكلة، والحمد لله في حل لها، وأتمنى أن هذا الحل يعني يساعد الجميع. وهذا كل شيء يا جماعة الخير، كان معكم أخوكم عرب بيبنج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.